من أسهل وأرخص وأفضل الكيكات المفضلة اللي عندي، كيكات البيضة واحدة بدون كريمة ولا نشا، تحلية باردة على شكل تارت، سهل منها ما كاين، وعشرة دقائق وها هي واجدة، والمذاق غزالة فنة فنة. لهذا سيداتي تبعي معي على فيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وما تنسوناش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير، ومن البارتاج علاش لا، باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا و 100,000 مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا القناة ويعجبهم أكيد المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو على بركة الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. وأول حاجة غادي نحضروا الكيك ديالنا اللي عبارة على الجينواز. عندي هنايا حبة بيض واحدة درجة حرارة المطبخ، أي ما تكونش في الثلاجة من قبل. كذلك عندي هنايا 4 ديال المعالق كبار من السكر الخشن أي سنيدة، يعني ممكن تخدموا من 4 حتى الخمسة، الحد الأدنى 5 ديال المعالق كبار ملوئين جيدا من السكر الخشن أي سنيدة. كنطربهم مزيان مزيان بالفول اليدوي كيف ما يمكن لينا نخدموا كل شيء في الخلاط الكهربائي. أنا كندير معكم جميع الحلول باش اللي ما عنده هادي غادي يدير هادي. كذلك عندي 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت، 5 المعالق كبار ديال السكر، 5 المعالق كبار ديال الزيت، وبيضة واحدة. كنمزجهم مزيان مزيان ثم كنضيف هنايا هاد المكون اللي يكون فيه الاختيار، وممكن تعوضوه بالحليب أو بالياغورت أو بالقهوة. درت أنايا هنايا القهوة سريعة الذوبان العبار في كاس ديال العنبة، يعني 200 مليلتر. إلا درتو الحليب غديرو 200 مليلتر، درتو القهوة غديرو 200 مليلتر. بالنسبة للقهوة راه غير دافية واحد شوية، ماشي باردة وماشي سخونة، دافية واحد شوية. عندي هنايا ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، الناس اللي غديرو الشاصية ديري وحدة. وبالنسبة للخميرة عندي خميرة من فئة 8 غرام ديال الحلويات. بالنسبة للدقيق كيف ما كتشاهدوا معايا كندير معاكم قبل معلقة باش تنجح معاكم أكيد الوصفة. بالنسبه للدقيق غتاخذوا بعين الاعتبار على القوام ديالو اللي ظهر لكم في لا فيديو، ولكن بالنسبه على حسب كذلك الحجم ديال الحبات ديال البيض، وتشوفوا نتوما واش درتو ياغورت او درتو الحليب او القهوه. انا درت هنايا 7 ديال المعالق كبار مملوئين جيدا من الدقيق. درنا 5 الاولين حركنا مزيان مزيان وزدنا جوج الثانيين، اي 7 ديال المعالق. بالنسبه للدقيق راه ما فيش الاختلاف، نتوما غتعتمدوا غير على القوام بالشوفه ديال عينيكم. تبارك الله ما شاء الله، ماشي اول مره غتحضروا معايا الكيك او جينواز ديال حبه بيض واحده، وهذا هو القوام اللي كنحصل عليه. كيكون خفيف واحد شويه على الكيك العادي اللي كنديرو في المول، غير واحد النغيزه. عندي هنايا المول ديالي اللي فيه 26 سنتيم، ممكن ديروا دائري مربع فلاطه في طاوه. نتوما الاهم حاجه هي الوصفه، ما كيهمش اينا مول والشكل والديزاين، ونمشيو ناخذو نكلفوا راسنا باش نديروا هذه الوصفه. اي حاجه خدموا بها الله يجازيكم بخير واكيد غادي تنجح معاكم. كما كتشاهدوا معايا عندي هنايا المول اللي قلت لكم فيه 26 سنتيم، ممكن ديروا قل منه او كبر منه على حسب الحجم نتوما اللي بغيتوا الجينواز. بغيتوها طالعه غديروا صغر منه، بغيتوها كيف ما شفتوا عندي في الفيديو غديروا هذا العبار، بغيتوا الجينواز تكون رقيقه غتكبروا المول، وانتم لكم الاختيار. دهنت المول بشويه ديال الزبده ورشيتو بالدقيق، ودرت الفران ديالي سخون قبل ما نبدا نهائيا اي مرحله ديال التحضير ديال هاد الجينواز. درته من الاول يسخن على درجه حراره 180، يعني سخن ليا مزيان مزيان. دخلت هاد لاطا ديالي الفران تقريبا 7 ديال الدقائق، ما تفوتوش ليها 7 دقائق سينو غادي تيبس ليكم وغتجي ناشفه. 7 ديال الدقائق خرجتها وهي كيما كتشوفوا معايا كتجي مفشفشه وقطنيه. بالنسبه للناس اللي بغاو يسقيوها لكم الاختيار، اللي ما بغاش يسقيها ما يسقيهاش، ممكن تسقيوها بالحليب او السيرو او القهوه. انا سقيتها بالقهوه مع انني خدمتها بالقهوه، وبغيت هاد الطارت ديالي تجيني منعشه بمذاق القهوه ودرت ليها القهوه. نتوما لكم الاختيار. كنسقيها بالقهوه كيف ما كتشاهدوا معايا غير بالمعلقه شويه بشويه، وما نكثروش ليها السقوه لانها غير كتجينا فتيه ورطبه. صدقيني سيداتي جربي هاد الطورطه اللي مازال عمرها ما جربت، هاد الطورطه اللي كتجي من اروع ما يكون ومن اسهل ما يكون، ومكوناتها ان شاء الله متوفرين في كل بيت. كنوضعها جانبا بعد ما كنسقيها، وكنمشي نحضر الكريمه اللي غادي نوضع فيها. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا نص سيترو ديال الحليب، والسكر دائما كيبقى حسب الذوق وحسب الرغبه. درت هنايا انا غير زوج معالق كبار ديال السكر، كيف ما يمكن لكم تتفاداوهم لان انا باقي غنضيف مكونات حلوين. عندي هنايا فلون ديال الكراميل، ممكن ديروا ديال الشوكولا، ممكن ديروا ديال الفاني، ممكن ديروا ديال الكراميل، لكم الاختيار وكل واحد شنو الشهوه ديالو. غير ما نديروش ديال الفريز لان درنا الكيك الجينواز درناها بالقهوه وذوق الشوكولاته ما غيتواتاش معاها نهائيا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنديروا الفلو ديالنا يطيب بشكل عادي في السيترو ديال الحليب وشويه السكر وفلو ديال الكراميل، درتو يفيض حتى غلى.
سخونين غير ليا مباشره، هو مازال سخون. جبت هنايا جوج بيسكوي ديال جولدن، ماشي بالشرط ديرو جولدن، ممكن ديرو هيرميس، ممكن ديرو يعني غير بيسكوي بحال هذا اللي كيتباع ديال درهم. غتاخذوا جوج علب، يعني في المجموع ديال الوزن ديالو 80 غرام، يعني غتاخذوا جوج علب غتشوفوا فيهم بانهم كل داك الجوج كيوزنوا 80 غرام. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنايا بيسكوي جولدن، كيجي فيه واحد المذاق زوين واخا ما بقاش كيف ما كان في الاول، المهم كنعتمد عليه. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا واحد ياغورت كريمي، ديروا بيرلي ديروا جوكي ديروا اي ياغورت يكون غير يكون كريمي. كيف ما كتشاهدوا معايا انا ما بقاش دابا الاختلاف فيهم بالثمن، ولا كيجوكي كي بيرلي كي ياغورت العادي، يعني الله يرزقنا غير الصحه والسلامه. كندير هنايا واحد ياغورت، وكيف ما شاهدتوا معايا جوج جولدن مع داك الفلو مع داك الحليب، كنحرك مزيان بالفوي. داب لينا داك البسكويت تبارك الله ما دابش لينا. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذوا هنا البراميكسور ولا الخلاط الكهربائي، كنطحن هاد المكونات مزيان مزيان باش يتمزجوا ليا، يعني باش تخلط ليا داك البسكوي مع داك ياغورت مع الفلو، هو اللي كيعطينا داك الخطوريه وداك الثقوليه واللي داق. هاد الكريمه اللي كنوضعوها في هاد الكيك ما غيصدقش بانها فلو، بانها كتجي بحال شي كريمه يعني صيبتيها بشي ابتكار وبشي حاجه خارجه على المالوف. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما طحنتها مزيان مزيان ما كنرجعوها لا على النار ولا حتى شي حاجه نهائيا، كندير هنا واحد المعلقه عاد كنبدا نخوي او السباتيلا كنخوي داك الكميه كلها هي اللي عندي فوق الكيك اللي سقيته من قبل، وكنخليها فوق سطح العمل تقريبا واحد دقيقه ولا زوج غير باش يخرج ليا داك البخار من عليها، باش ما نديرهاش في الثلاجه ودير ليا الماء. كنوضعها في الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه، راه نص ساعه كتكون كافيه وواجده. كنديرها واحد نص ساعه ونمشي نحضر شي حاجه باش نزين بها وتزين لكم الاختيار. كيف ما يمكن لكم تاخذوا غير بودره ديال الكاكاو واحد الصفايه ودردروها فوق منها وانتم لكم الاختيار. انا خديت هنايا واحد الضاني ديال الكراميل اللي درت له واحد الشاصيه او معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، حركتها مزيان مزيان. كيف ما يمكن لكم ديروا ياغورت الشوكولاته او هذا الكراميل بدون اضافه عفوا القهوه، يعني المساله ديال التزيين والاذواق كتختلف وانتم لكم الاختيار. وكنتمنى الصوره تكون واضحه والشرح اوضح دائما. مع سكينه الصوريه راني كنحاول نشرح من اعماق قلب قلبي باش ننجح معكم الوصفه، لانني كنكون محمسه فيها وعارفه القيمه ديالها، يعني واخا نشكر لكم فيها ونعيا نشرح لكم فيها، يعني ما كنقول راه مازال ما كفيت وفيت القيمه ديال هذه الوصفه. كيف ما كتشاهدوا معايا التزيين كان بسيط جدا غير بالمعلقه خوينا داك ياغورت، وكنقطعها دائما قدامكم دائما. ضروري ما تشوفوا الوصفه من الاول حتى الاخر، لهذا تنقول لكم الله يجازيكم بخير تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، يعني ملي كنكون كنهضر في المونتاج ربما كنكون كنسى شي حاجه وكنقولها في التالي. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي التورته ديالنا بالكريمه الخطيره الرائعه جدا، جربيها سيداتي والله ما تندمي عليها وغتولي عندك ادمان. المذاق خطير جدا، كتجي رائعه مع داك المزيج ديال الكراميل وديال القهوه وديال الشوكولاته الكذابه، يعني درنا غير البودره ديال الكاكاو، كتجي رائعه جدا صدقيني سيداتي. غير زعمي وجربيها، والمكونات ديالها راهم ساهلين وجد بساطين. دائما شعاري في القناه هي البساطه والسهل والاقتصادي والسريع والناجح اكيد بالشهاده ديالكم. كنشكركم متابعه وما تنساونيش من التعاليق والليكات ديالكم باش يشجعوني ويحفزوني نعطي احسن ما عندي. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله على قناه سكينه سويريه.